الرئيسي الجوميني اليوم محاكمة راشد الخنوشي على خلفية ملف تسفير شباب تونسي إلى بؤرة طاوطة، شنو رأيك؟ أولا اليوم مش محاكمة، اليوم دعوة للاستماع في ملف صعب. زلنا نحب نتأكدوا احنا من تفاصيله عندما يعرض على الباحث الابتدائي. والأمر الثاني، احنا دائما نعتبر إقحام اسم راشد الغنوشي في أي قضية يلتبس فيها القانوني بالسياسي هو استهداف لهذا الشخص واستهداف لحركة النهضة، ونحن واثقون من أن القضاء العادل ولسان الدفاع سيثبت براءة الغنوشي وكل قيادات النهضة مما يسمى هذا بملف التسفير إلى بؤر التوتر، وننتظر المسار القضائي. سي الجوماني، أنت تعرف وأنا أعرف أن آلاف الشباب ممن وقع تسفيرهم إلى بؤر التوتر هو من أكبر الملفات الموجودة في تونس، والناس كلها تعرف من قال سيتبني أبناء هذا النكاح، ومن سيتبنى، ومن كان شابا سيذهب إلى هناك، والناس كلها نعرفوا معتها وقت اللي كانت فما دعوة صريحة للجهاد من قيادات معتها معروفة في تونس، أنت تعرفها وأنا أعرفها، لا فائدة في ذكر الأسماء لأن التحقيق الذي سيأتي عليها. أليس من الأجدر الآن قول الحقيقة وتحميل كل طرف مسؤوليته بكل شفافية؟ من حيث الأصل الدولة الديمقراطية والقضاء العادل، كل إنسان مهما كانت منزلته هو خاضع للقانون وخاضع للمحاكمة العادلة في أي شبهة أو اتهام يوجه له. من حيث الأصل إذن ما عندناش اعتراض على دعوة أي شخص للاستماع أو للتحقيق أو للمحاكمة، لكن في موضوع هذا التسفير بالذات اسبق للقضاء أن أصدر فيه أحكام واتهم فيه أشخاص، حتى واحد من نهضة ما كان من بين المتهمين. وفي قضية الحال على الأقل بالنسبة للأستاذ راشد الغنوشي، نحن متأكدون مرة أخرى بأنه لم تصدر منه لا دعوات ولا ممارسات ولا علاقة له بهذا الملف، ونحن واثقون من القضاء العادل سيبرئه. هل آلاف الشباب هكذا ذهبوا وامتت الطائرات وخطوط جوية مفتوحة بدون ممارسات وبدون تشجيع من قيادات في ذاك الوقت؟ موضوع التسفير قلت لك سبق للقضاء شد فيه شبكات واتهم فيه ناس بالعشرات، ما بينهمش الناس من حركة النهضة. وموضوع التسفير الأمن والقضاء هو من يتولاه ومن يثبت إدانته، نحن ما عندنا حتى مشكلة بهذا الإطار. لكن اللي نعاود نأكده لك أن الغنوشي لا علاقة له بهذا الموضوع. وإن ثبت تورط الغنوشي؟ إذا ثبت احنا القضاء العادل نقبل بأحكامه. نقبل بأحكامه. طيب، هنالك تسريبات، هنالك تسريبات على أن اعترافات في السجون السورية بكون حركة النهضة وقيادتها هي التي أرسلتهم إلى هناك. أنا شخصيا لا علم لي بهذه المواضيع، ولا بحق ما عنديش معلومات. أنت كان عندك معلومات اللي بها لدى القضاء، ولا بحق كان عندك معلومات أنت هزها. كل تعرف الإعلام كل تعرض. أنت كان عندك معلومات هزها للقضاء، أنا شخصيا ما عنديش معلومات. وأقبل بالقضاء العادل وأثق به. أنصار الشريعة ألم يجالسوا الغنوشي؟ اسأل أنصار الشريعة. وكانوا معه في تسفير الشباب؟ محمد، اسأل أنصار الشريعة واسأل الأمن والقضاء. أنا شخصيا لا، أنا كما شخصيا لا أعرف أن مرة قعدت مع أنصار الشريعة ولا. لا، أحكي على راشد الغنوشي. ما نعرفش حتى راشد الغنوشي ماهوش من أنصار الشريعة. ووقت اللي كانت النهضة جزء من الحكم، هي أول من صنفت أنصار الشريعة لأنهم تنظيم إرهابي. إيقافات بالمئات الآن وأطراف وقيادات أولى في حركة يزي النهضة. يزي محمد، بالحق عاد خلينا نقول يزي. يزي غارق السؤال. لا يكفي بالموضوع هذا، يعطيك المطلوب.